نحمد الله سبحانه وتعالى على أن هي إقامت مثل هذا المركز الإسلامي ومثل هذه المراكز الإسلامية التي تحمل هذا الاسم العظيم مدينة العلم، وفيه إشارة وتفاؤل إن شاء الله أن يجعل الله سبحانه وتعالى في هذه المراكز حقائق من حقائق العلم النبوي وبركات من بركات العلم الأبوي، علم الأبوة المسند الذي أشار الأنبياء إليه سبحانه وتعالى، أشار الأنبياء إليه في قوله سبحانه وتعالى: بعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فهناك علوم تتلقى أب عن جد وأب عن أب إلى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، سواء كان أبا حقيقيا بالولادة أو أب بالانتساب. المهم أن يكون هذا العلم مسند مسلسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم غير مقطوع السند. ونجد الحمد لله في أمة النبي صلى الله عليه وسلم المذاهب والطرق وغيرها مسندة كلها بالاتصال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يوجد فيها انقطاع ولا يوجد فيها خلل، حملها رجال ثقات عن رجال ثقات إلى زمننا هذا وإلى ما بعد زمننا هذا، فأن أمة النبي صلى الله عليه وسلم فيها الخير إلى يوم القيامة، ولن تخزى هذه الأمة كما قال صلى الله عليه وسلم كما ورد عنه بسند حسن: لن تهلك أمة أنا أولها والمسيح ابن مريم آخرها. إنما دورنا ومهمتنا كيف أن نأخذ الناس إلى هذه العلوم النافعة، كيف أن نتعاون وإياهم على أخذ هذه العلوم النافعة، كيف أن ندفع بهم إلى أن يأخذوا نصيبهم من هذه العلوم النافعة التي تثمر السعادة في الدنيا والسعادة في الآخرة بلقاء الله والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم والعبادة لله سبحانه وتعالى على وفق العلم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى على وفق الأخلاق والمنهج النبوي والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى والتحبب إلى الله عز وجل على وفق الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى أن يبارك فينا وفي الحاضرين وفي جميع المراكز الدينية وجميع المدارس العلمية، وأن يصلح ما فيها من خلل ويزيد فيها الأنوار والخيرات والبركات، وأن ينفع به الأمة المحمدية وأن يجعلها نافعة باقية للأمة المسلمة وللأمة المحمدية إلى يوم الدين، سببا لهدايات الناس، سببا لإسعاد هذه الأمة ولمتابعتها لنبيها صلى الله عليه وسلم والأخذها بحقائق هذا الدين ظاهرا وباطنا.